قال مسؤول في الجيش الأمريكي إن الكونغرس ضاعف تمويلا طلبه لشراء وتصنيع قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتر إلى 6 مليارات دولار بدلا من 3 لتحل محل المخزونات التي تراجعت وسط شحن ذخائر إلى أوكرانيا والآن إلى إسرائيل. قال دوج بوش أو بوش كبير مشتري الأسلحة للجيش إن الولايات المتحدة تعتزم زيادة معدل إنتاجها الشهري من قذائف المدفعية من هذا العيار إلى 100,000 في صيف عام 2025. للمزيد ينضم إلينا أو نذهب الآن إلى كييف ومراسلنا عامر العروقي. عامر، هناك عمل أمريكي لزيادة شحن الذخائر والصواريخ إلى كييف. كنا تجاوزنا موضوع الكونغرس في أمريكا والمفروض أنه خلال أسبوع من ذلك الوقت تبدأ عمليات نقل الأسلحة. هل في أي تصريحات أو ردود فعل من كييف تقول أنه فعلا بدأ يصلها المزيد من الذخائر من الصواريخ، بدأت تتسلم ما يمكن أن يزيد من قوتها الدفاعية في الجبهة؟ نعم يوسف، الحديث الوحيد هو فقط عن الفجوة الزمنية التي تطلبتها الموافقة الكونغرس الأمريكي إلى حين وصول هذه المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. صباح هذا اليوم كان هنالك تصريحات لافتة من قبل نائب مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي قال بأن المدينة بؤرة القتال الموجودة في شرقي البلاد والتي تسمى تشاسوف يار بات مسألة سقوطها في يد الروس مسألة وقت. كذلك أيضا صرح بأن مثل هذه الحروب في أوكرانيا لا تنتهي عن طريق لا تنتهي في ساحة المعارك، إنما تنتهي بالمفاوضات بين الطرفين، وأن الجانب الروسي بات الآن يحشد من قواته العسكرية للسيطرة على مدن كبرى على غرار منطقتي سومي وأيضا منطقة خاركيف، حيث تكثف القوات الروسية هجومها الصاروخي على هذه المنطقة. لكن أوكرانيا كانت طالبت حلفائها بأنها تريد قذائف مدفعية من عيار 155، وهي التي كانت تنقصها، وكانت هناك تصريحات تأتي من جبهة بأن الجيش الأوكراني يخذف قذيفة واحدة خلال فترة عدم موافقة الكونغرس على حزمة المساعدات، فقط خلال اليوم يطلق قذيفة واحدة، مقابل نعم. أن الجيش الروسي كان يقذف ما يقارب من 10 نعم. قذائف على الجبهة الشرقية وأيضا على المناطق الجنوبية. شكرا. كل المؤشرات في أوكرانيا تدل بأن الجيش الروسي بات يحضر هجوما على القوات الأوكرانية، وأن القوات الأوكرانية تحاول الدفاع على المناطق. شكرا جزيلا لمراسلنا من كييف عامر العروقي.